قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم. قال في المختصر: وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحمل بدل في نفل وإن وترا. قال الشارح: وإن كان بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه، ويجلس فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد. محمل هذا ضبطه، وعكسه محمل لعلائق غمد السيف، يعني عكس الضبط. محمل هذا محمل اللي هو الهودج، والمحمل اللي هو العلايق والسيول اللي يحمل بها غمد السيف. قال: بدل أي عوض عن توجه القبلة في صلاة نفل فقط، وإن كان وترا لا فرض ولو كفائيا. هذا إذا عسر الابتداء بالنافلة للقبلة، بل وإن سهل الابتداء لها، خلافا لابن حبيب في إيجابه الابتداء لها في إيجابه الابتداء لها حينئذ. في إيجابه الابتداء لها، معمول لإيجاب، مفعول لإيجاب، في إيجابه الابتداء لها، في إيجابه الابتداء لها حينئذ. يعني ابن حبيب خالف، قال المشهور عندهم أنه يصلي صوب سفره حتى في الابتداء، يعني ما يشترطش أنه إذا كان يتيسر له عند ابتداء النافلة، إذا يتيسر له أن يوجه الدابة القبلة يجب أن يوجهها، قال لا، لا يجب عليه ذلك حتى ولو تيسر له. هذا هو المشهور في المذهب، وهذا خلاف لابن حبيب. ابن حبيب من المالكية يقول: من تيسر له ذلك يجب عليه أن يبتدئ الصلاة إلى القبلة، ثم بعد ذلك إذا اتجهت هي إلى جهة غيرها صوب السفر فهذا لا حرج فيه، لكن في الأول ما دام يمكنه ابن حبيب يقول يجب عليه ذلك. وجاز له أن يعمل ما لا يستغنى عنه من مسك عنان وتحريك رجل وضرب بصوت، ويومئ للأرض بسجوده لا لقربوس الدابة وفاقا للخم. يعني الإمام لما يومئ، ما يوميه الصوبة قربوس الدابة اللي هو البردع اللي راكب عليه فوق ظهر الدابة، وإنما يومئ إلى جهة الأرض، يتيمن قليلا ويومئ إلى الأرض، إماه يكون إلى الأرض. وذلك قالوا يجب عليه حسر عمامته إذا كانت هي يعني فيها طيات كثيرة، كأنه يصلي إلى الأرض بالفعل، فلا يجعل حائلا على جبهته، بل عليه أن يحسر عمامته. ولكن قول لا، يعني يجب عليه أن تكون الأرض تحته طاهرة، لأنه لا يصل إليها، لأن شرط الطهارة، طهارة الخبث أو الخبث والنجاسة تفسد الصلاة إذا لامست بدن المصلي، وهذا ليس فيه ملامسة. لكن فيما يتعلق بكل العمامة وطياتها ينبغي أن يحصرها، وهو يومي كأنه يعني يومي من الأرض. ولا يشترط طهارتها بل حسر عمامته عن جبهته، فإن انحرف إلى غير جهة السفر عامدا لغير ضرورة بطلت، إلا أن يكون إلى القبلة. يعني هذه لأنها تسمى قبلة بدل
فصوب السفر هذا هو القبلة، كأن هذه جهة الكعبة. فإذا هو غير الدابة من صوب السفر إلى جهة أخرى متعمدا، فكأنه غير اتجاهه من جهة القبلة إلى جهة أخرى، فتبطل صلاته. إلا إذا كان التغيير هو إلى جهة الكعبة، كأنه غيرها من جهة السفر إلى جهة الكعبة عامدا، فهذا الصلاة صحيح، لأنه يعني رجع إلى الأصل، يعني لأن من ترك البدل ورجع إلى الأصل لا حرج عليه. ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله لا لراكب سفينة، فليس جهة السفر بدلا عن القبلة، فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله، بدور أنه لجهة القبلة إذا دارت عنها بدوران يدور لجهة القبلة إذا دارت عنها، كما أشار له بقوله وإذا امتنع استقبال صوب السفر فيجب استقبال القبلة ويدور معها، أي مع القبلة. مع القبلة، أي يدور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها، أو مع السفينة أي يدور مع دورانها، أي يدور للقبلة مع دورانها لغيرها إن أمكن دورانه، وإلا صلى حيث توجهت، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل. كمل. وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ، وأما إن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه، وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم، بناء على أن علة المنع الإيماء، أو منعه فيها حيث توجهت به مطلقا، صلى إيماء أو ركع وسجد، وهو فهم أبي محمد، بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة. تأويلان في فهم قولها، يعني هو اتكلم هنا على محترز التوجه إلى جهة البادل أو صوب السفر، محترز دابة قال لا في سفينة، لا إن كان الراكب راكب سفينة فإنه لا يصلي صوب سفره، بل يدور مع السفينة أو يدور معها مع القبلة، لعل الضمير وقال يمكن إرجاعه إلى القبلة ويمكن إرجاعه إلى السفينة، فإرجاعه إلى القبلة أسهل يعني ودون يعني وسائط، فإن إذا دار السفينة يدور مع إذا دار السفينة إلى غير القبلة يدور مع القبلة، لأنه يعرف القبلة أين هي في السفينة، فإذا دار السفينة إلى غيره يدور مع القبلة، القبلة كأن القبلة هي دارت، لما دارت السفينة على اليمين كان القبلة دارت إلى الشمال، فهو يدور مع القبلة لا مع السفينة، ويجوز أن يرجع الضمير إلى السفينة فيدور مع السفينة يعني حيث دارت بحيث يتجه إلى القبلة. وقال هذا يعني سواء كان في صلاة الفرض أو صلاة النفل، هذا الواجب عليه من كان في سفينة ويقدر على الدوران توجه إلى القبلة، فإنه يجب عليه أن يصلي بالركوع والسجود إذا كان هي السفينة تسع ذلك وفيها يعني فضاء وفيها مساحة، ويستطيع أن يصلي يعني لا يمنعه الدوران أو يمنعه شيء، يعني أحيانا الناس عندما يركون في السفينة يصيبهم الدوران فلا يستطيع الوقوف فيضطر إلى أنه يصلي بالجلوس مثلا، فإذا كان وقاد على الركوع والسجود في السفينة يجب عليه أن يصلي بالركوع والسجود سواء في صلاة النفل أو صلاة الفريضة، ويجب عليه أن يستقبل القبلة،
فإذا دار السفينة إلى غير القبلة يدور هو إلى القبلة ويترك اتجاه السفينة. هذا هو الواجب عليه، في الواجب على من ركب السفينة. لكن بعد ذلك ذكر اختلاف بين علماء المالكية في تأويل المدونة، يعني وهل هذا يعني الكلام إذا صلى، أفرض إنسان صلى بالإيماء، يعني أقرأ الإشكال الأخير، وهل من قوله وهل. نعم. وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ، وأما إن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه، وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناء على أن علة المنع الإيماء، أو منعه فيها حيث توجهت به مطلقا صلى إيماء أو ركع وسجد، وهو فهم أبي محمد بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة، تأويلان في فهم قولها لا يتنفل في السفينة إيماء حيثما توجهت به مثل الدابة. يعني هو قلنا إن المصلي في السفينة لا يجوز له أن يتنفل في السفينة صوب سفره مثل ما يفعل في السفر على الدابة، قلنا في السفينة لا يجوز أن يفعل ذلك. لكن عليك اختلفوا في المنع، هل المنع بسبب أنه يصلي إيماء، بمعنى أنه لو صلى في السفينة يعني بركوع وسجود يجوز له أن يصلي صوب السفر؟ يعني هذا احتمال، لأنه قال لا يصلي في السفينة إيماء، لأن الأصل المسألة هو الصلاة على الدابة إيماء حيثما اتجهت به، وها قال هذا لا يجوز في السفينة، بما لا يجوز لك في السفينة أن تصلي إيماء حيثما اتجهت بك السفينة، بل يجب عليك أن تدور مع القبلة. فقوله لا يجوز الصلاة في السفينة إيماء حيثما اتجهت، يعني هل السبب والعلة في عدم الجواز لأن الصلاة هي صلاة لأنك تصلي إيماء، بمعنى أنك لو صليت بركوع وسجود في السفينة فإنه يجوز لك أن تصلي صوب السفر ولا يجب عليك أن تدور مع السفينة حيث إلى القبلة إذا هي دارت، أو أن المنع مطلقا بمعنى أنه لا يجوز لك أن تصلي النفل في السفينة حيثما اتجهت، سواء كنت تصلي إيماء أو تصلي بركوع وسجود. قال هذا اختلاف في تأويل المدونة، لأن عبارة المدونة يقول لا يتنفل في السفينة إيماء حيثما اتجهت به مثل الدابة، هذه عبارة المدونة. قالت المدونة لا يتنفل المصلي، أي المصلي لا يتنفل في السفينة إيماء حيثما اتجهت به مثل الدابة. فهل العلة قوله إيماء، يعني لا يصلي في السفينة إيماء، السبب في المنع هو قوله إيماء لأنه يصلي إيماء لا يجوز له ذلك، أو أن العلة هو قوله حيثما اتجهت به، أن العلة هو مخالفة جهة القبلة؟ قال في ذلك تأويلان أوية المدونة على كليهما. التأويل الأول اللي هو قال العلة هي الإيماء، فلو صلى بركوع وسجود في السفينة يجوز له أن يصلي حيثما اتجهت، اللي قال هذا هو ابن التبان، وابن التبان هذا عالم قيرواري اسمه أبو عبد الله عبد الله ابن التبان، من علماء القيروان يعني المشهورون، من علماء القيروان المشهورين الذين لهم منزلة، وكان حافظا، وكان يعني تضرب له أباط الإبل ويأتيه الناس من كل مكان، ويعني اشتهر بالتدقيق في مذهب مالك والذب عنه. هذا تأويل ابن التبان، قال يعني العلة هو لأنه يصلي إيماء، فلو صلى قائما في السفينة فيجوز له أن يصلي عليها مثل صار على الدابة بينما اتجهت به. وأما ابن أبي زيد القيرواني، وهو اسمه كابن التبان، هو
سميه وبلديه كلاهما القيروان، واسمهما يعني متوافق، حتى أبي زيد اسمه أبو محمد، أبو محمد عبد الله، فابن أبي زيد، ويعني وفاتهم قريبة، ابن التبان متوفى 372 وابن أبي زيد متوفى 382. فابن أبي زيد أول مدونة، أول عبارة المدونة أن السبب في منع صلاة النافلة حيثما اتجهت السفينة، السبب في المنع هو يعني مجانبة القبلة وعدم اتجاه القبلة، سواء كان المصلي يصلي بركوع وسجود أو يصلي إيمان، فلا يجوز له أن يصلي حيثما اتجهت به السفينة، بل يجب عليه في النفل أن يدور معها كما يدور في الفريضة. يعني في الفريضة متفقون، في الفريضة هم جميعا يتفقون على أنه لابد أن تدور مع السفينة إلى جهة القبلة، وفي النفل اختلفوا، وسبب الاختلاف هو تأويل في عبارة المدونة التي تقول لا يتنفل في السفينة إماء حيثما اتجهت به مثل الدابة. ابن التبان قال إذا كان يصلي إماء لا يجوز له أن يصلي في السفينة حيثما اتجهت به، لكن إذا كان يصلي بركوع وسجود له أن يصلي النافلة حيثما اتجهت به. وابن أبي زيد يقول لا يجوز للمتنفل أن يصلي في السفينة حيثما اتجهت به، سواء كان يصلي إماء أو يصلي بركوع وسجود. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. طيب شيخنا، ولو سأل يسأل عن الطائرة، الصلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة هي الآن يعني الكلام فيها إذا كان الإنسان يمكنه الجمع، إذا كان يمكنه الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير، فهذا الذي يجب عليه أن يفعله بحيث يخرج من الخلاف ومن يعني كلام الفقهاء الأولين والاجتهادات المعاصرة، بحيث تكون صلاة متفق عليها وبصورة مشروعة وصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جد به السفر جمع الصلاة، جمع تقديم وجمع تأخير. إذا بدأ صلاته قبل وقت الأولى فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا بدأ صلاته قبل دخول وقت الصلاة الأولى فإنه يجمع جمع تأخير ويقدم الأولى من المشتركتين مع الأخرى، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهذه السنة. لكن إذا كان حصل وأن الصلاة ليست من المشتركتين أو استغرقت الرحلة وقتا طويلا بحيث يشمل أول الصلاة الأولى إلى آخر الصلاة الثانية ما عندهاش مفر، فهذا عليه أن يصلي في الطائرة بالصورة اللي يقدر عليها، وينبغي أن يكون معه احتياط لهذا، ربما يأتي في زاوية من زاوية الطائرة ويصلي إليها إذا كان يعرف القبلة، يبدأ الصلاة إلى القبلة، والقبلة يمكن معرفتها لأن أمر سهل وهين حتى في الطائرة حتى وهو في السماء، فيسأل عليها ويتجه إليها. فإذا عرف أن الطائرة تحولت وأدرك ذلك وأمكانه ويعرف التحول ينبغي أن يتحول القبلة، وإذا لم يعرف لا حرج عليه، فيصلي في الطائرة بركوع وسجود وصلاة كاملة. وإذا لم يكنه ذلك ومنع، وفي الغالب هو لا يمنع، فإنه يصلي صلاة إماء، ثم بعد ذلك ليخرج من خلاف العلماء إذا نزع الأرض يعيدها احتياطا، هذا هو الأولى وهذا هو الأنسب لفعله، وخصوصا إذا فعلها إذا صلىها إيمان. لكن إذا صلىها بركوع وسجود إلى جهة القبلة فهذا في الغالب أنها تكفيه، لأن الهواء أصبح له جسم وأصبح متصل بالأرض، لأنهم يشترطون، الفقهاء الأولون يشترطون أن يكون السجود على مكان متصل بالأرض، لابد أن يكون فيه دعائم موصلة للأرض، لا شيء معلق في الهواء، يضربون مثل يقول كل شيء معلق في الهواء لا تصح الصلاة عليه لأنه غير متصل بالأرض،
يعني السجود الأول أن يكون على الأرض أو متصلة بها. ولكن الآن يعني العلم الحديث والمسائل تثبت أن الهواء هو جسم وأنه يحمل وهو يحمل الكواكب الكبيرة ويحمل يعني. فهذه الاجتهادات الآن أصبحت يعني أعطت مسوغ للصلاة في الطائرة. لكن إذا كان وما أمكن لم يمكنه أن يصلي صلاة كاملة في الطائرة واستقباله كذا وصلى إيمان، فينبغي أن يعيدها احتياطا إذا نزل على الأرض. هذا اللي أميل إليه. جزاكم الله خير. الله أعلم. جزاكم الله خير. وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما، والأظهر التأويل الثاني. يعني وإيش قال؟ وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع وكلام المصنف إيه مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما، والأظهر التأويل الثاني. والأظهر التأويل الثاني هو تأويل ابن أبي زيد، يعني أنه ممنوع النفل في السفينة، ممنوع حيثما اتجهت بيك، يعني لأن العلة هي مخالفة القبلة وليست العلة الإيماء، سواء كنت تصلي إيمانا أو تصلي بركوع وسجود، فلا يجوز الصلاة في السفينة حيثما اتجهت. إذن الخلاصة أن المصلي في السفينة لا بد، سواء كان صلاة نفل أو صلاة فرض، لا بد أن يصلي إلى القبلة ويدور مع القبلة حيثما دارت السفينة، فإذا أمكنه ذلك، فإذا عجز فلا حرج عليه. في الفرض هذا اتفاق، وفي النفل على الراجح وعلى الصحيح والمشهور أنه أيضا لا يجوز له أن يصلي صوب السفر إلا إذا عجز، فسواء كان يصلي إيمانا أو يصلي بركوع وسجود. ولا يقلد مجتهد وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا غيره، لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، فالاجتهاد واجب. يعني مثل الأحكام، مثل الاجتهاد في الأحكام، من كان عنده قدرة على الاجتهاد في الأحكام لا يجوز أن يقلد عالما آخر. المكلف به شرعا هو أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. فهو قد أدى ما طلب منه، في الحالتين هو مأجور، ما ينبغيش أن يترك ما أجر عليه، ما أعطاه الشرع عليه الأجر، يتركه إلى شيء آخر محتمل. فهذا المجتهد في الأحكام أيضا مثله المجتهد في القبلة، إذا كان عنده قدرة على الاجتهاد فلا يجوز أن يقلد مجتهدا آخر في معرفة الجهة التي يصلي إليها. ولا يقلد المجتهد أيضا محرابا إلا أن يكون لمصر من الأمصار التي يعلم لمصر التي إلا أن يكون لمصر من الأمصار التي يعلم أن محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء، ولو خربت مثل يعني الكوفة وبغداد ودمشق والقيروان والفسطاط، هذه يعني مدن كبيرة، عواصم، كانت عواصم للخلافات الإسلامية، وهذه يعني توارد عليها العلماء الكبار، ومنهم من يعني كان صحابة وتابعون وكذا فأقروها. فهذا هو الذي المجتهد يستطيع أن يقلده إذا التبست عليه الأمور، لأن هذه شبه مقطوع بها. وإنما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت، كبغداد وإسكندرية والفسطاط، بخلاف خراب الراوية أو راوية سهل ناصب محرابه. بخلاف غير واضحة حقيقة، بخلاف خراب راوي الراوية بسهل ناصب
محرابه كعامرة. ايش ايش بعده؟ بفعل معصية؟ لا، بخلاف خراب الراوية بسهل ناصب محرابه كعامرة قطع. ما سمعتش الكلمة، بسهل ولا بفهم ولا ايش؟ بسهل ناصب. ايش قبل ناصب؟ بسهل ناصب. بسهم. بسهل. بسهم. ها؟ ميم في الأخ. نعم. ميم في الأخير. سهم. لحظة يا شيخنا، نقرأ من نسخة أخرى. جهلة. بخلاف خراب الراوية جهل. جهل. نعم. جهل ناصب. جهل محراب. أو جهل ناصب محرابه. نعم. هذا جهل. بخلاف عامرة ذلك، ربما بخلاف عامرة وليس راوية، بخلاف عامرة يعني ما ضد خربت، عامرة جهل ناصب محرابه فلا يقلده، لا يقلده المجتهد، يعني مدينة عامرة ولكن ناصب محرابها مجهول مش معروف، ما هوش من العلماء ولا من الصحابة ولا كذا، فهذا لا يقلده المجتهد. كعامرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرافة مصر ومنية بن خصيب، فإنه مقطوع بخطئها. ومنية بن خصيب. ابن خصيب. إيه. منية اللي هي منسوب إليها الشيخ المناوي عبد الرؤوف المناوي صاحب فيض القدير، شرح الجامع الصغير. منية ابن خصيب. فإنها مقطوع بخطئها كما هو معلوم، هذا إذا كان المجتهد بصيرا. بل هذا لا يجوز لأحد أن يصلي إليها، لا مجتهد غير مجتهد، هي مقطوع بخطئها، يعني زي ما ذكر أمثليها منة ابن خصيب ولا رشيد وكذا، كانت معروفة في زمنهم أن قبلتها خاطئة، هذه لا يجوز أن يقلدها لا مجتهد ولا مقلد، لأن القبلة إذا علم انحرافها ولو قليلا، وأن المساجد عديدة في هنا في طرابلس يعني في محاريبها انحراف، ولما ضبطت الآن وجد لابد فيها من انحراف قليلا، بعض الناس ينحرفون يعني يبحثون عن القبلة الصحيحة، وبعضهم يتعصب للمحراب ولابد أن يصلي للمحراب، في مثل هذه الحالة الصحيحة أنه يجب أن ينحرف عن المحراب، الانحراف عن القبلة الصحيحة إذا علمت القبلة الصحيحة الانحراف عنها حرام لا يجوز، وإن كان الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة، إذا كان هو بانحراف درجتين أو ثلاثة وأنت تعلمه فهذا لا يجوز لك أن تصلي منحرفا، حرام عليك لأنك علمت القبلة والله أمرك وقال لك ولي وجهك شطر المسجد الحرام بجهته، وأنت تخالف ذلك وأنت تعلم، فأنت آثم. فكل الناس الذين يتعصبون في مساجدنا هنا في طرابلس وتبينت لهم القبلة الآن بالأدلة، حتى أحيانا يعني صارت إشكالات في مساجد كثيرة من مسجد مولاي ابن محمد ومن مساجد أخرى، وأتوا يسألون دار الإفتاء، وخرجت هيئة الأوقاف بالأجهزة اللي عندها وبينت أن المحراب فيه انحراف على القبلة، وبعض الناس لا يريد أن يصلوا إلى المحراب، وبعضهم يتعصب يقول لا لابد أن نصلي إلى المحراب، فالصواب هم مع الذين ينحرفون إلى القبلة، لا مع الذين يصلوا إلى المحراب ويعلمون خطأ، الحرام عليهم، يعني صلاتهم فيها حرمة وهم آثمون بذلك، لأن يعني هذا باتفاق الفقهاء يقولون لا يجوز الإنسان يعلم إذا علم القبلة أن ينحرف عنها لا قليلا ولا كثيرا، لكن صحيح والانحراف اليسير لا يبطل الصلاة، زي يعني ما يأتي انحراف اللي يبطل الصلاة، وإما يشرق أو يغرب أو يستدبر القبلة، إذا فعل ذلك متعمدا صلاته باطلة، لكن إذا كان هو منحرف يسيرا في الانحراف لا يبطل الصلاة، لكن مع العلم به صاحبه آثم، وذلك ينبغي على الناس أن
يعني يلتزم بالقبلة، لا يتعصب ولا يتعصب ولا يقول هذا محراب كان يصلي فيه فلان ولا الشيخ فلان. خلاص أنت الآن علمت علم هو لم يعلمه الشيخ الفلاني ولا وزارة الأوقاف السابقة لم تعلمه، فهم معذورون وهم مأجورون في صلاتهم وفي اجتهادهم. لكن الآن إذا تبين لك الخطأ فكيف أنت يعني تتبع الخطأ وتترك الصواب وأنت تعلمه؟ فهذا لا يجوز. وبعضهم يحتج يقول لا، كيف يعني المسجد يفسد والصفوف تفسد؟ يعني بدل ما المسجد كان يحمل 200 مصلي يصبح ما يحملش إلا 100 ولا 150 مصلي، وهذا اضطرنا إلى ربما نوسع المسجد وكذا. أقول لك يعني الضرورات الخمس الحفاظ فيها على الدين مقدم على الحفاظ على المال. يعني أول هذه الضرورات هو الحفاظ عن الدين وصحة الصلاة والاتجاه إليها، هذا من الحفاظ على الدين، فيجب أن يقدم على الحفاظ على المال بسبب أن المسجد يصير يعني الاستفادة منه قليلة والمال اللي دفعت فيه يصير الاستفادة منه قليلة. أقول لك هذا هو صحيح مطلوب في الأصل، لكن إذا تعارض مع الحفاظ على الدين فالحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على المال. وذلك قولا واحدا يجب على الناس في المساجد وهي كثيرة، ربما ضربت مثال بس مساجد محمد، مساجد كثيرة في طرابلس فيها انحراف عن القبلة الصحيحة، يجب أن تحرر القبلة، وإذا علمت فيجب على الناس أن يتجهوا إلى القبلة ويتركوا المحراب الخاطئ، وهذا باتفاق. والصلاة إلى غير الاتجاه الصحيح فيها إثم وفيها حرمة. قال هذا إذا كان المجتهد بصيرا بل وإن كان أعمى. يعني أحيانا حتى المجتهد يكون حتى أعمى، يعني مش لازم يكون المجتهد بصير، قال لك حتى ولو أعمى. معنى الأعمى عالم، هذا الأعمى عالم، عالم بعلم الجهات والفلك ومعرفة القبلة وكذا، فيصل يقول لهم القطب الآن وين موجود؟ يقول على يمينك، يقول النجم الفلاني وين موجود؟ يقول له أمامك. وهو يستطيع من خلال يعني إعطاه علامات الاستدلال يستطيع أن يطبقها ويقول لهم القبلة في هذا أو لهذا الاتجاه. هذا حتى قال ولو كان أعمى فإنه إذا كان قادر على الاجتهاد يجب عليه أن يجتهد ولا يسأل. وإذا لم يجز له التقليد سأل عن الأدلة ليهتدي بها إلى القبلة. سأل الأدلة، يسأل عن النجوم ولا على الشمس ولا على الجبال ولا كذا، يسأل باش هو يطبق العلم اللي عنده. وقلد غيره أي غير المجتهد وهو الجاهل بالأدلة أو بكيفية الاستدلال بها، أي يجب على غير المجتهد أن يقلد مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد. مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد، لا صبيا وكافرا وفاسقا وجاهلا. يعني يغني عن العدل هذا، يعني لما يقول عادل معناه هو العادل هو البالغ المسلم، عدل الرواية هو البالغ المسلم العاقل، هذا اللي يسمى عدل. إذا كان فقد شرط من هذه الشروط لا يسمى عدلا. فإذا كان يعني هذا غير قادر على معرفة علامات الاستدلال ولا يعرفها وما يعرفش يطبقها فهذا يسمى مقلدا. والمقلد ماذا يفعل؟ عليه أن يسأل. من يسأل؟ يسأل العدل، يسأل الإنسان المكلف العاقل البالغ، يقول أين قبلتكم؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أو يقلد محرابا ولو لغير مصر، فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا، أو تحير بحاء مهملة، أو تحير مجتهد بأن خفيت عليه أدلة القبلة بحبس أو غيم أو التبست عليه، تخير بخاء معجمة، تخير له جهة من الجهات الأربع وصلى إليها صلاة واحدة وسقط عنه الطلب لعجزه. فإن
فإن تحير تخير، يعني تحير المجتهد، فإن تحير المجتهد والتبست عليه العلامات بسبب غيم أو بسبب من الأسباب ولم يستطع أن يهتدي ولا أن يستعمل اجتهاده، أو أن المقلد لم يجد من يسأله ويهديه إلى القبلة ويرشده إليها، فإن تحير المجتهد أو عجز المقلد عن معرفة القبلة بالسؤال تخير، كل منهم يتخير المجتهد الذي التبس عليه العلامات، وتخير المقلد الذي لم يجد من يسأله ولم يجد محرابا يصلي إليه ويعلم به القبلة، كل منهم تخير جهة من الجهات الأربع وصلى إليها صلاة واحدة تكفيه. يعني ما دام ما عندهاش ترجيح واستوت عليه الجهات وما لقاش من يسأل ولا وجد محراب يعني يتخير جهة من الجهات ويصلي إليها، هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح والمعتمد. وقيل إنه يصلي أربع مرات، إلى كل جهة يصلي صلاة، يصلي في أمامه وخلفه ويمينه وشماله الظهر أربع مرات والعصر أربع مرات وهكذا. هذا قول لابن مسلمة من أصحاب مالك، واختاره يعني واستحسنه ابن عبد الحكم، واختاره اللخمي، يعني خلاف لجمهور أصحاب مالك. جمهور أصحاب مالك قال يصلي صلاة واحدة لا جهة، لأنه يعني عاجز، قلنا احنا استقبال القبلة هو شرط مع القدرة، وهذا صار عاجز لأنه مجتهد ما استطاعش يتوصل وتحير، ومقلد ما لقاش من يدله، فده يتخير جهة ويصلي إليها. هذا هو قول جمهور المالكية. واللي قاله ابن مسلم وهو من أصحاب مالك من المتقدمين قال يصلي أربع صلوات احتياطا، واختار هذا القول ابن عبد الحكم واختاره اللخمي. نعم. ولو صلى كل منهما أربعا لكل جهة صلاة لحسن عند ابن عبد الحكم واختير عند اللخمي والمعتمد الأول، وهذا لحسن عند ابن الحكم، يعني هذا يدلك ويشير إلى الكلام مش لابن عبد الحكم، يعني الكلام مش هو من عند عبد الحكم، لأنه قال حسن عنده استحسنه، وقال يعني واختاره اللخمي، قال كان ينبغي أن يكون المختار عند اللخمي، يعني أنه اختاره من كلام غيره، كان ينبغي أن يقول، كما هي القاعدة عند المؤلف. قال وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات الأربع، وإلا ترك ما يعتقد أنه ليس بقبلة وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول وكررها بقدر ما شك فيه على الثاني، وكان الظاهر أن يقول وهو المختار، لأنه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الكافة، واستحسنه ابن عبد الحكم واختاره اللخمي، لا أنه اختاره من نفسه، اختاره من كلام غيره، لأن القاعدة عند يعبر المصنف واختار بالفعل يكون اللخمي هو اختار القول، هذا من أقوال العلماء اللي قبله، وعندما يعبر يقول والمختار معناه أن اللخمي اختاره من كلام غيره، وهنا واضح أن اللخمي لم يختاره وبنفسه، وإنما اختاره ليس قولا من عنده أنشأه واختاره، وإنما هو قول لغيره واختاره، فكان الأصوب يعني موافقة للقاعدة اللي وذكرها في المقدمة أن يقول والمختار، يعني المختار للخمي. وذكر أيضا هنا مسألة أخرى، قال هو يصلي صلاة واحدة وتكفيه، لا يصلي إلى أربع جهات، وابن مسلمة يقول يصلي إلى أربع جهات، قال هذا إذا كان للجهات الأربع هي مستوية عنده، أما إذا كان عنده جهتان يقطع بأنهما ليس إلى جهة القبلة، يعني مستبعد، يعني استبعدهما جهتان مستبعدتان، يعني لم يعني يخطر ولم يعني يحل
أو لم يجري في ذهنه احتمال لهما، ليس هناك احتمال في جهتين من الجهات، ليس هناك احتمال في ذهنه أن يكون من القبلة، وهناك جهتان آخران أخريان يعني هم اللي فيهم الاحتمال من تكون هذه أو هذه. قال في هذه الحالة يصلي مرتين لهاتين الجهتين فقط، أما الجهات الأخرى اللي استبعدها فلا يحتاج إلى أن يصلي إليها. هذا كلام ابن مسلمة يعني. وإن تبين لمجتهد أو مقلد وكذا متحير بقسميه فيما ينبغي خطأ يقينا أو ظنا بصلاة أي فيها قطع صلاته وجوبا غير أعمى وغير منحرف يسيرا. غير أعمى غير أعمى قطع غير قطع صلاته وجوبا غير أعمى وغير منحرف يسيرا وهو البصير يعني المنحرف كثيرا وهو البصير المنحرف كثيرا ويبتدئ صلاته بإقامة يعني إذا كان إنسان اجتهد وأدى اجتهاده إلى جهة وصلى ابتدأ الصلاة إليها، أو إنسان سأل عدلا ودله على القبلة وابتدأ الصلاة إليها وفي أثناء الصلاة تبين له خطأه أن من شهاده هي القبلة وعرف القبلة إلى جهة أخرى، قال قطع بصير. هذا كان هو يعني لو أراد أن يختصر العبارة يقول قطع بصير انحرف كثيرا، بمعنى شرق أو غرب أو استدبر. البصير الأعمى معذور، الأعمى معذور حتى ولو كان يعني انحرافه كثيرا ما يقطعش بل يستدير إلى القبلة. الأعمى حتى لو كان اجتهد وبدأ صلاته إلى القبلة وبين تبين أنه مستدبر للقبلة فإنه يستدير ويستقبل القبلة ويستمر في صلاته ولا يقطع. وكذلك البصير إذا كان تبين له أن الانحراف يسير أقل من 90 درجة فإنه يستقبل ويستمر في صلاته ولا يقطعها. لكن ما الذي يقطع إذا كان هو اجتهد وابتدأ في الصلاة بناء على اجتهاد صحيح وتبين له الخطأ في أثناء الصلاة، من هو ليقطع ولا يبني ولا يستمر؟ قال هو البصير الذي انحرف كثيرا بأن استدبر أو شرق وغرب، فهذا هو الذي يجب عليه أن يقطع الصلاة ويبتدئها بإقامة، يبدأ من جديد ويصلي من جديد. أما الأعمى فيجب عليه أن يستدير ويصلي، والبصير المنحرف يسيرا يجب عليه أن يستدير ويستمر في صلاته. فإذا لم يعني يسمع الأعمى ولم يطع هذا الأمر واستمر في صلاته إلى غير القبلة وهو مستدبرها وهو منحرف عنها كثيرا، صلاته باطلة لأنه خالف القبلة عمدا، يصير في هذه الحالة أنه خالف القبلة عمدا. أما البصير منحرف يسيرا قلنا له أنه يستدير ويبني، فإذا لم يفعل واستمر على الجهة التي بدأ إليها فإن صلاته صحيحة ولكنه آثم حرام، زي ما قلنا في السابق ليعرف جهة القبلة وينحرف عنها ولو يسيرا فإنه آثم، ولكن الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة. فإذا الخلاصة أن الذي يقطع إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة، من هو الذي يقطع؟ هو البصير الذي انحرف كثيرا شرق وغرب أو استدبر، هذا هو الذي يقطع ويبتدئ الصلاة من جديد. وأما الأعمى فلا يقطع بل يبني، وأما البصير الذي انحرف يسيرا فإنه أيضا لا يقطع بل يبني، يصحح وقوفه إلى القبلة ويستمر في صلاته. فإذا لم يعني يصحح الأعمى صلاته واستمر على الخطأ صلاته باطلة، وإذا استمر البصير على الخطأ المنحرف يسيرا ولم يصحح إلى جهة القبلة فصلاته صحيحة لا تبطل لكنه يكون آثما.
شيخ، لو هل يجب على من يرى مصليا على غير القبلة، هل يجب عليه أن يصحح له؟ نعم، يجب عليه ذلك، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب النصح للمسلمين. ونصح المسلمين واجب، خصوصا عندما يكون الإنسان متلبسا بالمنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أحيانا يكون هو الواجب فيه موسع، وأحيانا يكون الواجب فيه مضيق. فإذا كان لقيت واحد متلبس بالمنكر في حال شرب خمر، ولا في زنا، ولا في معصية، ولا يسرق في المال، ولا ينهب في أموال الدولة، ولا يفعل في المعاصي والموبقات التي نشكو فيها الآن، يجب على الإنسان أن يجاهد بلسانه أو بيده أو بقلبه، لابد أن يفعل ذلك. لأن الناس، لأن المتلبس الوقت، وقت الأمر المعروف أن يعلمك ضيق، لا يجوز له أن يتمهل وأن يترك حتى يعني يظفر العاصي بمعصيته، ينال ما عنده، يزنى ويذهب، يشرب الخمر يذهب، يسرق المال ويذهب، بعد ذلك لا يفيد ولا ينفع. بل يجب على كل من يقضي على منعه أن يمنعه، من استطاع أن يمنعه بيده يمنعه بيده، من استطاع أن يمنعه بلسانه يمنعه بلسانه، لم يصل بقلبي فعليه أن يفعل ذلك بقلبي لتبرأ ذمته. وهذا الأمر معروف أن يعلمك له نتائج وله يعني فوائد كثيرة، الناس يعني يقصرون فيها ويتهاون فيها. فبكثرة الضغط وكثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا نوع من الجهاد. عندما يتكلم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة يستنكروا الأمر، فإن أصحاب المنكر يستحيون، أحيانا يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، حكومات ولا مسؤولون ولا كلهم. تلقاه إذا كان يعني كثر عليه الضغط فإنه يعني على الأقل يقلل من المنكر ويقلل من المعاصي. فالغرض من الخلاصة أن الواجب في النصح والواجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان صاحبه متلبسا به فيعني الوقت هو يكون مضيق، ويجب على كل من يعلمه أن يبادر به وأن يفعله ولا يتركه حتى يمضي. فمن وجدته يصلي ويصلي غير القبلة فهذا يعني يعد منكر، وهو متلبس به، ربما منكر قد لا يهتم بالنسبة لي لأنه غير عالم ومعذور بجاهله وغير ذلك، لكن أنت الذي علمت يجب عليك أن تغير في الوقت، لا تتركه حتى يصلي صلاة يعني في عندما يعلمها هي صلاة باطلة وصلاة خاطئة، وأنت بعد ذلك ماذا تفعل؟ لم تفعل شيء بعد ذلك. ولو قال قطع بصير انحرف كثيرا لكان أوضح وأخصر. لكان أوضح وأخصر. والانحراف الكثير أن يسرق أو يغرب نص عليه في المدونة. هذا تعريف الانحراف الكثير. شرق وغرب، بمعنى أنك أنت في اتجاه وجهك وهو القبلة في اتجاه يمينك، التفت جهة اليمين، هذا يسمى شرق وغرب، أو يسارك شرق وغرب، أو استدبر يعني عكس الجهة اللي أنت تجي إليها. هذا هو معرف به الانحراف الكثير في المدونة. وأما الأعمى مطلقا أو البصير المنحرف يسيرا فيستقبلانها ويبنيان على صلاتهما، فإن لم يستقبلا بطلت في المنحرف كثيرا وصحت في اليسير فيهما مع الحرمة. واضح، نعم، مع الحرمة. وإن تبين الخطأ بعدها، أي بعد الفراغ من الصلاة، أعاد ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا في الوقت، أعاد في الوقت. يعني من يقطع لو اطلع على القبلة وهو في الصلاة، وقلنا أنه يقطع اللي هو البصير المنحرف كثيرا، هذا يعيد في الوقت. يعني من كان اطلع على القبلة وهو في الصلاة وقلنا عليه أن يقطع، وهذا هو في حالة واحدة وهو البصير منحرف كثيرا، هذا ما حكمه لو تبين له الخطأ بعد الصلاة؟ قال هذا يعيد في الوقت. أما غيره ممن قلنا إنه يستمر ولا يقطع بل يبني، وهو الأعمى المنحرف كثيرا يتوجه إلى القبلة ويستمر، والبصير منحرف يسيرا، هؤلاء إذا تبين لهم الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، الأعمى إذا تبين له الخطأ بعد الفراغ من الصلاة
والبصير محق يسير. تبين له الخطأ بعد الانحراف من الصلاة قال لا قال هذا لا تلزمه الإعادة لا في الوقت ولا في غيره. لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا وقولنا لمجتهد إلى آخره احترازا من قبلة القطع كمن بمكة أو المدينة أو بمسجد عمرو بالفسطاط فإنه يقطع ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع أعاد أبدا. يعني هذا لكلام التفصيل اللي قلناه في من تبيت له القبلة تبين الخطأ في القبلة وفي الصلاة أو تبين الخطأ بعد فراغ من الصلاة قال هذا في قبلة الاجتهاد. أما في قبلة القطع قبلة المعاينة من كان يعاين الكعبة ولا في قبلة مسجد المدينة ولا في قبلة مسجد عمر فمن انحرف عنها سواء كان أعمى يعني انحرف عنها قليلا وكثيرا أو كان يعني بصيرا انحرف عنها يسيرا أو شرق وغرب هؤلاء كلهم يجب عليهم الخطأ ويبتدئوا الصلاة لأن صلاتهم على القبلة هي متعينة ومتحققة وليست قبلة اجتهاد. انحراف عن قبلة المعاينة الكلام اللي فصلناه كله في قبلة الاجتهاد أو أن يعيد في الوقت ولا ما يعيدش ولا يصحح ولا يقطع ولا كذا هذا كله في قبلة الاجتهاد. أما في قبلة المعاينة المعروفة إما بالوحي وإما هو يشاهد ويعاين الكعبة إذا انحرف عنها يسيرا وتبين له في الصلاة سواء كان أعمى أو بصيرا أو تبين له الخطأ بعد الصلاة فهؤلاء جميعا في قبلة المعاينة يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة صلاتهم باطلة. نعم جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.